قولوا لهم بأن الرجل ما عندهم ما يديروا لأنه العبيد ملك. ما تخليش حنا يعبر على الحريه ديالو، ما غنديروش حنايا واخا مع شنو يقتلونا ما نديروش. راه نموت بكورونا ما نموتوش بهذا اللقاح لي حيت ما شرحيش لينا شنو فيه بعدا، حتى شرح لينا شنو فيه ووفروا لينا السبيطار باش نتعالجوا. مرحبا. ما يقدرش ما يقدرش لينا نسبة كبيرة دار اللقاح، علاش ما خرجتش وهضرات على مقموعين وخايفين؟ كلشي خايف، كلشي خايف، كلشي خايف، كلشي خايف، ولكن حاجة وحدة إلا كانوا خايفين حاجة وحدة في الأول يديروا مقاطعة عليه، حتى واحد هذوك اللي خايفين يقصوا في الديور وما يمشيوش للمراكز ديال التلقيح. هذا هو الحل اللي بقى لينا، اما عينا نطلبوا عينا نستنجوا، عينا نطلبوا حتى واحد ما بغى يتصنت لينا، لا وزير الصحة لا الأطباء لا حتى شي واحد ما بغى يتصنت لينا، المهم المقاطعة، اللي خايف يجلس في داره ما يخرجش ما يمشي للمركز. أنت ما خايفاش دابا ياك؟ لا أنا علاش غنخاف ما غنديروش؟ علاش غنخاف؟ الخوف من الله سبحانه وتعالى ولكن ما غنديروش، هذاك اللي خايفة منه ما غنديروش للذات ديالي. حاجة سمعناك تدعي مع الأستاذ زيان. كندعي معاه. شنو السبب؟ شنو السبب؟ حيت هو اللي كيخرج هو اللي كيهضر علينا، ما كاين حتى واحد كيهضر علينا، هو بوحدو فهاد كاينين ثلاثة الناس هما اللي كيهضروا علينا الصراحة في هذا المغرب كامل. من غيرهم كلشي مقموع، كلشي خايف، كلشي صامت في الدار. الرجال معمرين القهوي، العيالات راه كيخرجوا كيقمعوهم، والدراري راهم مساكن هما اللي كياكلوا في العزاء، كيدير بحال الدراري الصغار. إذا اليوم تطلبوا من الوزير.